إن كنت تستخدم أي قطور للعين أو الأنف أو الأذن، فاعلم أنه في فترة الصوم يمكنك أن تستمر في استخدام هذه القطرات بتعديل مواعيدها. فبالنسبة للقطرات التي تستخدم مرة واحدة يمكن استخدامها بعد الإفطار. القطرات التي تستخدم مرتين يمكن تقسيم استخدامها مرة بعد الإفطار ومرة أخرى قبل السحور. القطرات التي تستخدم 3 مرات يومياً يمكن تقسيم استخدامها إلى مرة بعد الإفطار ومرة قبل النوم ليلاً ومرة وقت السحور. القطرات التي تستخدم 4 مرات يومياً فيمكن للصائم استخدام قطرات العين والأذن في فترة الصيام، لأن الكمية التي تصل إلى الحلق ضئيلة جداً ولا تفطر الصائم. أما قطرة الأنف فهي مفطرة، ويفضل استشارة الطبيب لتنظيم استخدام القطرات أو استبدالها بقطرات أخرى.